السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد امبارح اجتماع مهم تابع فيه الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان. وجه سيادته في هذا الاجتماع بمواصلة العمل في مختلف مشروعات الوزارة على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة، وكمان وجه بتطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية علشان تكون متاحة لكل الشرائح من المواطنين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين. وقد شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة موقف أعمال التنسيق العام بالحي الحكومي، وكذلك الإنشاءات الجارية بالطرق والمداخل الرئيسية للعاصمة ومنطقة حي المال والأعمال، فضلا عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور والعمل في منطقة النهر الأخضر. كما عرض السيد وزير الإسكان سير العمل بمدينة العالمين الجديدة وما تضمه من مشروعات مثل المدينة التراثية والحي اللاتيني، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات العمل في مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين بكافة مكوناته الفندقية والسياحية والخدمية، حيث وجه السيد الرئيس ببذل كافة الجهود لتقديم تلك البقعة المقدسة من أرض مصر للإنسانية ولجميع الزائرين من أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة. كما تابع السيد الرئيس كذلك تطوير منطقة القاهرة التاريخية والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة بما فيها عملية التطوير الجارية في سور مجرى العيون، وكذا تطوير مسجدي عمرو بن العاص والسيدة رقية، فضلا عن جهود تطوير القاهرة الخديوية لجعلها منطقة جذب سياحي وترفيهي وثقافي، لا سيما رفع كفاءة الميادين الرئيسية والمباني وتطوير حديقة الأزبكية التراثية إلى جانب تطوير منطقة مثلث ماسبيرو. كما عرض الدكتور عاصم الجزار خطط وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة لطرح وحدات سكنية وإدارية وتجارية متنوعة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشأن بلورة برامج جديدة لتوفير وحدات سكنية للإيجار في المشروعات السكنية الجديدة. ومبارح السيد الرئيس أجرى اتصال هاتفي مع فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر للتهنئة بفوز الائتلاف الحاكم بالانتخابات التشريعية في المجر. وأشاد السيد الرئيس بعلاقات الصداقة المصرية المجرية المتينة، وأعرب سيادته عن التطلع مصر لتعمقها وتعزيزها على كافة المستويات. طيب تعالوا دلوقتي نتابع تقرير عن أهم الأخبار اللي حصلت امبارح، خاصة الخبر الخاص باجتماع أو ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وكمان توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع جديد لشركة يابانية في الفيوم بحجم استثمارات بيقدر ب 20 مليون يورو. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أهمها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية استمرار المتابعة والتقييم لتطورات الجارية على الساحة الدولية وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على مصر، وأيضاً تقييم الإجراءات المهمة اللي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة اللي فاتت لضمان تقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية.
كمان امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي وفد شركة يازاكي يورب ليميتد اليابانية، وأعرب عن تقدير الحكومة لاعتزام الشركة إقامة مصنع لها في مصر، خاصة إن هي بتعتبر واحدة من أهم الشركات العاملة اللي بتشتغل في مجال تصنيع مكونات السيارات في العالم. وأكد الدكتور مدبولي حرص الحكومة على تقديم كل سبل الدعم الممكن والتسهيلات اللازمة من أجل إنشاء المصنع وتشغيله في أقرب وقت. شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع جديد لشركة يازاكي في الفيوم بنظام المناطق الحرة الخاصة وبحجم استثمارات أولية بيصل لـ20 مليون يورو. امبارح كمان نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعات اللي ترددت بشأن تركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية، وقال إن الدولة حريصة على زيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح أراضي وتبني نظم حديثة في الري. كمان نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ندوة بعنوان التغيرات المناخية والتحول الرقمي بالتعاون مع مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي أو سفراء المناخ. المبادرة دي أطلقتها مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، وهدفها هو حشد جهود الشباب وتأهيل المجتمع لمواجهة التغيرات المناخية.